shkiu, të shumë nga problemet. Edhe i dorë, fërkur i zëmë këtë gjë u bale. Zoom 73. العشرة واربعة دقائق، أهلا وسهلا بكم الناس الكل، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. رأس السنة الهجرية الفتح من محرم، إن شاء الله يا ربي يهمنا علينا باليمن والبركة، وإن شاء الله سنين دايما للناس الكل، سنين دايما وإن شاء الله يوماتنا الكلها احتفالات. صباح الخير للناس اللي تسمع فينا في ديارها اليوم محتفلة، اسمع احتفالات من اللي بديناها صباح على نجمة فين في نجمة صباح، وإحنا مواصلين معكم المشوار. بون مش احتفالات، ما باش نوصلوا نواصلوا باش نواصلوا في اخبارنا، باش نواصلوا في الاكتواليتي اللي عنا واللي يستنى فيكم لليوم كما العاده. يلدز وريم معاكم قدام الميكرو كل يوم، يجيكم الاثنين للجمعه من 10 حتى نص نهار، بس مجد لي رافقنا في الاخراج وانتم معانا في الراديو في الاستماع، تسمعونا وتتابعونا على البوند اف ام تاعنا 88.495.9 في سوسه، سينو 88.9 في المستير وفي المهدية. وتحية كبيرة برشا لكل من يتابع فينا بارتو دون لو موند، مش كاين في تونس الكل، على www.nejmafm.com ولا على ستريمينغ لايف نتاعنا على الباج فيسبوك. السومير وشنو اللي يستنى فيكم اليوم كيما العادة، شنو هو الأخبار اللي تنتظروها، على شنو باش نحكيو في زوم 73 لنهار اليوم. توت سويت هذايا اللي باش نسمعوه. لو سومير في زوم 73 لليوم الخميس 20 أود 2020، مصابين بفيروس كورونا يحبوا يخرجوا بالقوة من مركز إيواء المصابين بالمنستير. شنو هو اللي صاير داخل المركز؟ تفاصيل مع المدير الجهوي للصحة بالجهة حمودة بابا. فنفيضة، بنية عمرها 4 سنين تغرق في البحر، تفاصيل اللي صار مع خالد الضحية. وضعية كارثية في المنستير بسبب قنوات التطهير، أحد المواطنين يحكي لنا على الوضعية وأصل الإشكال. هذه الكل أكثر تلقاوهم على اليوم في زوم 73 كما العادة، من توا حتىش النص نهار نعملوا عليكم كومنتير نتاعكم، نعملوا على تليفوناتكم، تشكيتكم، مواضيعكم اللي تحبونا نجبدوا عليهم ونحكيوا عليهم في زوم 73 كما العادة. ريم صباح الفل والياسمين، مرحبا بك، شو محضرتنا اليوم؟ مبروك والناس اللي يسمعوا فينا ناس الكل. علينا وعليك يا لالا، وان شاء الله سنين دايما. في تحية سبيسيال لراس العام ولا باش تمشي بالتمشي نتاع زوم 73 كما العادة؟ لا كما العادة. يلا بلا نكتشفوا مع بعضنا ليديتو نتاع اليوم على شنو تحكي. ايديتو زوم 73. على سلامتكم. ثقة التوانسة في السياسيين موضوع للنقاش كل يوم، وإلا فما أنه لا محالة جزء من التوانسة حسموا موقفهم بسحب الثقة نهائيا. المهم الموضوع هذا هو رسمي لبعض مؤسسات صبر الآراء اللي في كل شهر تقريبا تخرج نتيجة صبر آراء يهم نسبة ثقة التوانسة في بعض الوجوه السياسية ومؤسسات الدولة والأحزاب. وحبيت نبدأ معاكم المسار من نولو في الانتخابات أو قبلها بشوية، تخرج نتائج صبر الآراء وتبدأ الآراء ونوايا التصويت تتشحن. بعد الانتخابات شركات هذه تطلع الناس وتهبط ناس وترجع تهبط وتطلع وفق أجندات معينة وحسابات اقتصادية وسياسوية ضيقة. في وسط الحسابات تخرج أحيانا بعض الشخصيات اللي تنجم تكون بعدت على العمل السياسي واعتزلت، ولكن لليوم تحظى بثقة جزء من التوانسة كما نجم نلقاو زادة شخصيات سياسية فعلة ونافذة وخط أحمر تحت نافذة التوانسة ما عندهمش ثقة فيهم. هذا وفق ما تعلنوا شركات هذه اللي ولات تتوجه في الرأي العام، وهذاك علاش الدولة اليوم مطالبة تقنن وتنظم قطاع قد يعصف بالدولة في حال خليته ينشط ويصنع رأي عام دون رقيب أو حسيب. إديتو زوم 73. هذايا فيما يخص شركات صبر الآراء اللي تنجم تبدل الرأي العام الكل، تغير المسار متاع الرأي العام ولا رأي الناس في أي حاجة. مش كل الناس هو يلدز، على خاطر فما ناس اللي عندهم ثقافة سياسية وإلا عندهم خلفية سياسية، هذوما حاسمين أمرهم إنهم ديما تابعين أحزابهم وإلا الأجندات اللي تتوافق مع آرائهم وانطباعاتهم. ولكن فما جزء من التوانسة اللي هاني معاكم لا تنسوني، اللي ما عندوش خبرة سياسية، ما عندوش ميولات سياسية ويتأثر برشا بالرأي العام اللي يتصنع برشا بكي التواصل الاجتماعي واللي يتصنعوا زادة نتائج صبر الآراء. هذا اليوم نحكي نهار الثلاثاء على بعض النتائج اللي تتنشر في الصحف اليومية متاعنا واللي تعطي نسب معينة لكل شخصية السياسية. أما المفاجأة في وسط الصبر الآراء هذه أنك تلقى بعض الشخصيات السياسية اللي عبرت في يوم من الأيام عن اعتزالها وإلى على ابتعادها عن العمل السياسي ترجع تاخذ المراجعة
المراتب الأولى، على الأقل نحكي على الخمسة المراتب الأولى في نسبة ثقة التوانسة فيهم. نحكي هوني مثلا على منصف مرزوقي رئيس الأسبق للجمهورية التونسية، اللي كان أعلن اعتزال مع ابتعاده عن العمل السياسي وكل، ولكن لليوم في كل العمليات سبر الآراء نلقاو منصف المرزوقي في المراتب تقريبا الخمسة الأولى يلدز في بمختلف المؤسسات، راه مش نقصد في مؤسسة معينة في سبر الآراء، في أغلب المؤسسات. اليوم الشركات هذه ربما قاعدة في حال أنه معناتها احنا حكينا على منصف المرزوق اللي هو اللي بتعد على العمل السياسي، في حال أنه مثلا رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوش اللي هو يمارس في العمل السياسي واللي هو في حزب حاكم اليوم، الشخصية السياسية هذه ما تحظاش بثقة التوانسة هذه حسب عمليات سبر الآراء، دونك تصير فيهم بعض المفاجآت، وهذا اللي نجم يقلب الموازين ولا يخلي توانسة تقريبا ترجع تسترجع بعض الشخصيات اللي ربما نسيتها، وإلا زادة أنها تبني أحكامها على أنه ما تعطيش ثقتها في بعض الشخصيات كما نقول مرة أخرى نافذة سياسية نعود نسطر عليها بالأحمر. الشركات هذية تصنع في الآراء، هذية مفروغ منه ومتفهمين عليه الناس الكل، جزء من التوانسة يتأثروا بنتائج اللي تنشرها الشركات هذية، ولكن كيفاش تنشط الشركات هذية؟ احنا ما نعرفوش التمويل متاحها الحقيقي كيفاش قاعد يصير، ما نعرفوش الخلفيات متاحها السياسية وحتى الاقتصادية، هل مرتبطة بأجندات خارجية وداخلية وإلا لا؟ داخلية نوعا ما نعرف نجم تكون مرتبطة، ولكن هل عندها ارتباطات بأجندات خارجية وإلا لا؟ القطاع هذية اليوم منظم ومقنن وعنده كراس شروط تحكمه وإلا لا؟ هذية زادة كيف ماهوش واضح حتى لليوم في الدولة. دونك انا حسب رأيي اليوم الدولة مطالبة باش ما تصيحش، باش ما يتصنعش رأي عام ربما ما يكونش في مستوى الانتظارات. دونك اليوم عندنا قطاع قاعد يصنع في الرأي العام، قاعد يشحن في المنافسين السياسيين، على خاطر اليوم تلقى بعض الشخصيات روحها في المراتب الأولى تعتمد على ثبر الآراء هذيك حتى في حملاتها الانتخابية في مقابلاتها الإذاعية والتلفزية. تذكر معايا أنت وقتها رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد في الانتخابات كان نحكي على أنه ماهوش موجود في عملية ثبر الآراء في تونس، ماهوش في نتائج في المراتب الأولى، ولكن في عملية ثبر الآراء الأجنبية قيس سعيد يحتل المراتب الأولى في نوايا تصوير وإلا حتى في ثقة التوانسة. دونك اليوم السياسيين يعتمدوا برشا على الشركات هذية في تلميع الصورة وإلا في أنه تعطي صورة جيدة لهم قدام التوانسة. ما نتصورش إذا كان شركات بالحجم هذية تصنع رأي عام وقادرة باش تخير في نتائج الانتخابات يسيبوها السياسيين تخدم بشفافية ونزاهة. دونك اليوم الدولة مطالبة أنها تقنن هالقطاع هذية باش كيف تخرج نتائج نعرفوا أنه النتائج هذية ربما إذا كانت ديما نسبة الخطأ واردة وفما ديما هامش للخطأ، إذا كان الهامش هذية اليوم يحسبوها 10% لازمنا في الأيام الجاية وقت تقنن الدولة يولي هامش الخطأ يكبر شوية ونوليو على قليل يولي عنا شوية ثقة في عملية ثبر الآراء هذية حتى لليوم ما نعرفوش كيفاش قاعدة تصير، على خاطر حتى احنا جيونا تليفونات وانتي تعرف يلدز اكيد حتى باسم جاوه تليفونات من شركات وناس الكل تسألك على آرائك في بعض السياسيين ولا في بعض البرامج التلفزية ولا غيره، ومن بعد حتى ساعات انت تجاوب تقول راني ما نتبعش يقول لك باش نعطيك اقتراحات، كيفاش تعطيني اقتراحات وانا ما نتبعش؟ دونك دونك حتى الاجابات نجم تكون عشوائيه ونجم تكون موجهه زاد ليهم بيان سور. دونك اليوم ماذا بينا نعرفوا ها شركه هذه ما فيها بس احنا المواطنين البسطاء اللي درجه الفهم بتاعنا على قدها يفسرونا الشركه هذيك كيفاش قاعده تخدم. ما فيها بس الوضوح به للناس الكل ان توكا، وباش ما تقعدش زاد شكوك تحوم حول بعض الاشخاص ولا بعض السياسيين وهاو الاجندات هذيا والاطراف هذيا تخدم في باش السياسيين ما يركبوش على الحدث زاده اللي بالحق خرج في ساعه، ما خاطر حتى نتائجها تكون ديما معاكسه اللي نلقاوها في الانتخابات. اليوم اذا كان نحكيوا على رئيس مجلس نواب الشعب ما عندوش اللي التوانسه ما عندهمش ثقه فيه، رئيس مجلس نواب الشعب منتخب من طرف التوانسه في الانتخابات التشريعيه جاء في المرتبه الاولى على الدائره نتاعو. اذا كان نحكيوا على رئيس منصف المرزوقي اللي التوانسه عندهم ثقه فيه، رئيس منصف المرزوقي ترشح للانتخابات وما فازش مش انتخابات هذه معناتها نحكي انتخابات 2014. دونك خلينا نفهموا كيفاش قاعد يصير سير العمل في المؤسسه هذه باش نجموا نفهموا زادها نتائج هذه صحيحه والا لا. شكرا لك ريم، كانت هذه هي ليديتو بالنسبه لليوم في زوم 73 الخميس 20 اوت 2020. ترتيحه صغيره مع الموسيقى بعد شويه باش نهزوا القفه نتاعنا ونعملوا دوره في الاسواق باش ناخذوا فكره على اسواق الخضرة والغله والمنتوجات اللي موجوده اليوم ومتوفره على ذمه المواطنين الكل. اي باش نكونوا موجودين في مساكن بعد شويه مع منظمه الدفاع الاسواق نتاع مساكن اكتشفوا مع سي وحيده ولا باش نشوفوا شنو اللي صاير في مساكن اليوم وناخذوا الاسعار شويه اخر مع وحيده خصيبه من منظمه الدفاع عن المستهلك. زوم 73